طبعا هاي اليوم 26 رمضان، يعني ليلة 27 رمضان، ليلة القدر إن شاء الله. مبينة هيك في حمار في السماء في الأفق، فهذا إن شاء الله يكون دليل إن شاء الله أنه اليوم ليلة القدر بإذن الله تعالى. هاي كمان، هاي كمان زي ما شايفين من فوق مرة ثانية، هاي الشارع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي كمان عندنا هاي فؤاد، وهاي منطقة ثانية، السماء جميلة بالحمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الإفطار.